السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن الـ OHPF Basic Configuration Lab. النهاردة هنحل مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى الـ Challenging Lab 12. ده شكل الـ Challenging Lab 12. عندك راوتر 4 متصل براوتر 2، راوتر 1، راوتر 3 and راوتر 5. كل الراوترات دي موجودة في Area 0، الـ Backbone Area، واضح؟ بحيث برضو عندك كل راوتر متصل ب نتورك، مثلا راوتر 2 192.168.0.0/27، راوتر 4 192.168.0.32/27، راوتر 3 192.168.0.96/27، وكذلك راوتر 5 192.168.0.64. المطلوب منك في اللاب ده، تعال نبص كده في الاوبجكتيفز او في الريكويرمنتس. مطلوب بيقول لك كونفيجر بي بين راوتر 1 راوتر 2 راوتر 3 راوتر 1 راوتر 2 راوتر 3 راوتر 4 اند راوتر 5. اعمل كونفيجريشن او اس بي اف طبعا، والرسمه كاتب لك ان انا عايز ده في اريا 0، وكمان اعمل كونفيجر او اس بي اف ام دي 5 اوثنتيكيشن بتوين راوترز. طبعا احنا اتكلمنا عن الاوثنتيكيشن المحاضره اللي فاتت، وكذلك في الريب برضو طالب منك تعمل اوثنتيكيشن ما بين الراوترز في الاريا دي. طيب كلام جميل. لو احنا رحنا لللاب، انا مبدئيا قبل اي حاجه انا هعمل كده ايه، حاجه لطيفه كده كده، يعني عشان اثبت مفاهيم الاو اس بي اف عندك. اوكي، انا عندي راوتر 6 وده راوتر 7. اوكي، و سويتش، احط سويتش هنا. اوكي تمام، و احط راوتر 8 وراوتر 9. طبعا لو انا كل طبعا انا هنا بعمل ايه، برودكاست نتورك. اوكي انا يعني انت هتقول لي يا باشمهندس انت بتعمل ايه دلوقتي؟ بمنتهى البساطه انا هعمل لك هنعمل كابتشرز وديباج على الاو اس بي اف باكيتس، عشان انا اتكلمت المره اللي فاتت في كلام نظري، احنا عايزين بقى نشوف مدى تطبيقيه الكلام النظري في الجانب العملي. هخلي الشبكه اللي في النص دي مثلا يعني 10.0.0/24 تمام، وهخلي مثلا راوتر 6 متصل بشبكه مثلا يعني 11.0.0/24، وناخد دي كوبي بيست كده، وهنا خليها 11.1 تمام، وهنا 11.2، وهنا 3. اوكي، الراوتر اي دي بتاع راوتر 6 هيكون 6.6.6.6 اهو. اوكي، وبتاع راوتر 8 هيكون 8.8.8.8، ده في الكونفيجريشن. وراوتر 7 هيكون 7.7.7، وراوتر 9 هيكون 8.9.9.9.9. اوكي، هخلي البرايورتي بتاع راوتر 9 90، البرايورتي لو اس بي اف برايورتي هيكون 90 بتاع راوتر 9، والاو اس بي اف برايورتي بتاع الراوتر 8 هيكون 80. خلي بالكم ان البرايورتي اسايند على الانترفيس، واضح؟ يعني مش من الجلوبال كونفيجريشن، يعني بنزل تحت الانترفيس وبدي الايه البرايورتي تمام. وراوتر 7 نفس الايه القصه، خليه 70. اوكي، نبدا نشغل الراوترز. اوكي، وطيب هنشغل الراوترز وبعدين هنكابتشر. انا بالتالي طبعا البرايورتي بتاعت راوتر 9 90 و 88، فده هيكون الدي ار وده هيكون البي دي ار تمام. طيب بقى يعني تعالوا برضو ايه، هنعمل كابتشر بالواير شارك، ممكن بأي انترفيس ستارت كابتشر هنا على راوتر 9 تمام. دلوقتي الشرك بدأ يشتغل اهو. طيب هبدأ من اول راوتر 9. اوكي، كونف تي انترفيس باس ثاني 0/0 اي بي اد، خليها 10.0.0.9 مثلا تمام. دوت 0 نو شوت، بعدين انترفيس لوب باك 0 اي بي ادرس 11.3.0.1 255 0 تمام. طيب كلام جميل، هروح للراوتر 7.
انا لسه ايه ما مش هعمل كونفيجريشن او اس بي اف دلوقتي. فاست 10.0.0 اي بي اد 10.0.0.7 اها ده 0 نو شات، وبعدين لوب باك 0 اي بي اد 11.20.1 ودي سبنت ماسك نو شات، وبعدين هروح الى راوتر 6 كونف تي انترفيس فاست 10.0.0 اي بي اد 10.0.0.6 بير 55 0 نو شات انترفيس فاست 10.0.0 لا لوب باك 0 انترفيس لوب باك 0 اي بي اد 10.0.0.1 نو no. اوه اه تمام 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 11 11 نو no. اوكي مفيش نو شات على اللوب باك، هو بيتفتح اوريدي باي ديفولت وانس ان انا كريته كونف تي اصلي تمام 0.0.0 اي بي اد اي بي اد تمام كام بقى 10.0.0.8 نو شات لوب باك 0 بي اد 11.1.0.1 نو شات عظيم. ما دلوقتي 9 11 3 عظيم. انا كده عملت الكومبليكيشن اي بي والكابتشر اهو موجود عندي. طبعا هفلتر كابتشر من هنا عشان تبقى واضحه بس في الكادر اها، هفلتر الكابتشر على الاو اس بي اف تمام. طيب حلو اوكي هروح الى راوتر 9 واكتب انترفيس فاست 10.0 اي بي او اس بي برايورتي. البرايورتي عندي من 0 ل 255، لو خليته 0 انا كده هخرجه بره اصلا الدي ار بي دي ار الكشن تمام، يعني هو مش هيسعى اصلا ان هو يكون دي ار او بي دي ار 90. وبعدين نروح للراوتر 7 فاست 10.0 اي بي او اس بي اف برايورتي 70، وهروح للراوتر 6 اي بي او اس بي اف برايورتي 60، وبعدين راوتر 8 اي بي او اس بي اف برايورتي كام بقى برايورتي 80. حلو انا هعمل على راوتر 9 اوكي اها اكزيت ديباج اي بي او اس بي اف اي بي او اس بي اف ايفنتس اوكي ثم كونف تي راوتر او اس بي اف 1 نتورك 10.0.0.0 0.0.0.255 وايلد كارد ماسك. ده واي اسمه يا جماعه وايلد كارد ماسك، اللي هو حصل طرح السبنت ماسك من 255 255 255 255. يعني انا من الاخر بقول راوتر 9 اعلن عن النتورك تمام 10.0.0.0.0.0.255، ده الوايلد كارد ماسك مش السبنت ماسك. انا الوايلد كارد ماسك عباره عن ايه تاني؟ عباره عن حاصل طرح السبنت ماسك. السبنت ماسك المفترض 255 255 255.0، حاصل طرح ده بقى من ايه؟ من 255 255 255 255، فحاصل الطرح هيديني ايه 0 0 0 255، ده الوايلد كارد ماسك تمام. وبعدين هقول اريا اريا 0 تمام، او ممكن اكتب اريا 0.0.0.0، يعني كده الطرق تؤدي الى روما. خلي بالكم ان انا لو كتبت اصلا الاريا الراوتر اما يجي يبعتها في الهلو بيبعتها على اي بي في 4 فورمات. يعني ايه؟ يعني انا جيت قلت له اريا 2 فهيجمع 2 بلس 0.0.0.0، الناتج هيكون كام؟ هيكون 0.0.0.2، فدي الاريا اريا 2. طب اريا 0 0 بلس ايه 0.0.0.0 تمام، هيديني فعلا 0.0.0.0 تمام. فلو كتبت مثلا اريا 1 ممكن اكتب اريا 1 او ممكن اكتب ايه 0.0.0.1 اوكي وهكذا تمام. طيب هروح هنا هكتب اريا كده، وبعدين نتورك 11.3.0.0.0.0.55، ممكن اكتب اريا 0 كده تمام. شفت بقى بيقول لك ايه؟ بص 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 بيقول لك سند هلو اون 224.005 اريا 0.0.0.0 تمام اون فاست ايثرنت 0.0 فروم 10.0.0.9. حلو؟ طيب كلام جميل، لان الاي بي بتاع راوتر 9 10.0.0.9. طيب حلو هروح الى راوتر 8 تمام، راوتر او اس بي اف 1 نتورك 10.0.0.0، بس الاول ممكن اعمل نتورك 11.1.0.0 ها اريا 0 تمام، بعدين نتورك 10.0.0.0.55 اريا 0. حلو تعالى بقى راوتر 9 تمام 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 تمام. بصوا يا جماعه
هنستنى بس اما يخلص الليله دي كلها. يعني بصوا الكابتشرز هنا، وبصوا ال end of hello process. عظيم، حلو. هنعمل do undebug all. حلو كده، عملت وقفت الديباج. ندرس بالراحه وبمزاج بقى، ندرس ايه بالراحه وبمزاج. تمام، بصوا يا جماعه، اول حاجه بيقول لك ايه، وانس ان انا جيت عملت الكونفيجريشن بيقول لي سند هالو، تمام، راوتر 9، كنت انا لسه ما عملتش راوتر 8. حلو، اما انا بقى عملت اما انا عملت كونفيجر او اس بي في راوتر 8. حلو، راح ايه، راح بيقول ايه end of wait of interface fast ethernet 0 0. بعد كده بيقول دي ار بي دي ار election on fast ethernet 0 0. تمام، الليكت البي دي ار هو 11.3.0.1. بعدين بيقول لك الليكت الدي ار، يعني هو انتهى ان الدي ار هو راوتر 9. تمام، البي دي ار كاتب لي هنا نان. طيب، وبعدين بيقول لك ريسيف هالو فروم 11.1.0.1، استلم هالو من راوتر 8. تمام، وبعدين بيقول لك set immediate hello for neighbor 11.1.0.1.0.1. اوكي، وبعدين قاعد برضو يعمل election لل DR PDR بينه وبين راوتر 8. فانتهى بيقول لك ان ال DR هو 10.11.3.0.1. خلي بالك ده راوتر اي دي، لان خلي بالكم، بصوا يا جماعه، هو انا اديت static راوتر اي دي لراوتر 9 صح؟ ما اديتلوش، ما قلتلوش راوتر داش اي دي، يعني انا عشان اديله راوتر اي دي اكتب ايه؟ راوتر داش اي دي واكتب 9999. انا ما اديتش، تمام؟ انا ما اديتش، انا هديله دلوقتي بس انا ما اديتش دلوقتي، تمام؟ ليه؟ عشان اوضح لك، هو هنا كاتب لك الاي بي بتاع راوتر 9 بتاع اللوب باك، بيعتبره كراوتر اي دي، تمام؟ وطيب، فبيقول لك ان الدي ار هو راوتر 9 والبي دي ار هو راوتر مين؟ 8. وبعدين بيقول لك ايه؟ سند دي بي دي. تمام، مين الاعلى في الراوتر؟ راوتر اي دي الاعلى في الراوتر اي دي هو اللي هيكون الماستر، صح ولا لا؟ راوتر 9 هو الاعلى في الراوتر اي دي، فبيقول لك سند دي بي دي 11.1.0.1، لان هو ماستر بدا يبعت الدي بي دي بتاعته. تمام، لمين؟ لراوتر 8. حلو، اوكي، اوكي. وبعدين بيقول لك ريسيف دي بي دي فروم 11.1.0.1، يعني هو بعت دي بي دي واستلم دي بي دي من راوتر 8. طيب، كلام جميل. بص بقى، وبيقول لك ايه، بيديك شويه معلومات، فلاج 7 بالهكسا ديسيمال، لينس 32 بايت، ام تي يو 1500، ستيت اكس ستارت. هم دلوقتي في ايه؟ الاكس ستارت. تمام، اهو الاكس ستارت، سي دي بي دي اكس ستارت. وبعدين بيقول لك اما استلم، يعني بص خلي بالك، بعد ما استلم الدي بي دي كذا مره من راوتر 8، تمام، لان خلي بالكم يا جماعه، انا لما بعمل راوتر 8 بعمل كونفيجريشن نتورك 1 نتورك 2 نتورك 3، ففي كل نتورك انا بعملها بيقوم باع الدي بي دي، تمام، لحد ما ايه، اخلص النتوركس كلها يبقى باع الدي بي دي خاصه بالنتوركس كلها اللي راوتر 8 عارفها. المهم، اتنقل اهو لوضعيه الراوتر 9، اتنقل لوضعيه الاكس تشينج. تمام، عظيم. اوكي، بيقول لك ان هو استلم لينك ستيت ريكويست فروم 11.1.0.1، استلم لينك ستيت ريكويست فروم 11 ايه 0.0.1، وبعدين سند ابديت، بعت ابديت ل 10.0.0.8. تمام، هو هنا خلي بالك، اما بيكلمك عن راوتر 8 بيكلمك بالراوتر اي دي بتاعه 11.1.0.1، ولكن انا بيقول لك ان انا بعت ابديت على اي بي كذا، واضح؟ على اي بي راوتر 8 اللي هو 10.0.0.8. فانا مش عايزك، يعني ده وده بيعبر عن راوتر 8، بس هنا معبر عن راوتر 8 بالراوتر اي دي بتاعه، اما هنا معبر عن راوتر 8 بيقول لك ان انا بقى رايح هودي الابديت على الديستنيشن اي بي ده، واضح؟ وبعدين بيقول لك برضو انا استلمت دي بي دي برضو من راوتر 8. خلي بالك كل ده كان لسه ما بعتش لينك ستيت ايه، لينك ستيت ابديت او لينك ستيت ريكويست. عشان يسال راوتر 8 انا محتاج مثلا عناوين النتوركس او المعلومات بتاعه النتوركس الفلانيه. تمام، طيب، المهم هو بعت لينك ستيت ابديت، لينك ستيت ريكويست، واستلم اهو بيقول لك ريسيف لينك ستيت ابديت. يعني مره هو بيقول لك ايه، انا بعت ابديت لينك ستيت ابديت لراوتر 8، وبيقول لك انا استلمت لينك ستيت ابديت من راوتر 8، واضح؟ بعدين بيقول لك سينكرونايزد بقى بسينكرونايز ويز 11.1.0.1. تمام، وبعدين كل ده اهو الستيت فول، اهو اول ما وصل سينكرونايز بقى بيقول لك هنا الستيت ايه فول، وبعدين بيقول لك خلاص انا الستيت بتاعتي اتحركت من اللودنج تو فول. وبعدين بيقول لك الاو اس بي بيلد نتورك ال اس اي فور فاست ايثرنت 0 0، بدا يبدا الراوتر 9 بقى يبني الداتا بيز بتاعته. تمام،
وهكذا. بعد كده بيقول لك هنا اند اوف هالو بروسيسنج، خلاص الهالو خلص عندي تمام، او انا يعني الاو اس بي اف نيجوشيشن ما بين راوتر 9 وراوتر 8 انتهى. لو احنا كده بصينا الواير شارك ده بوجهه نظر الكابتشر، بوجهه نظر الايه الديباج اللي على الاي او اس، لو احنا بقى بصينا هنلاقي ان ايه راوتر 9 كان كل ده عمال يبعت ايه هالو، خلي بالك السورس هنا طالع اهو من 10.0.0 لل 9 كل ده عمال يبعت هالو هالو باكيت اهو على ايه 224.0.0.5. ثم بعد ذلك اول ما راوتر 8 بعت هالو استلمها برضه خلي بالك راوتر 9، وبعدين راوتر 8 بعت هنا مسجل لك ان راوتر 8 بعت الدي بي دي ديسكريبشن الى راوتر 9 اوكي تمام، وبعدين بيقول لك ايه بيقول لك دي بي دي ديسكريبشن قعدوا بقى يتبادلوا الدي بي دي ديسكريبشن. تعالوا نبص على دي مثلا اوبن شورت سباس لينك اها، يعني هنا مش هلاقي تقريبا يعني معلومات مفيده هنا تمام. هنا راوتر مثلا 9 تعالوا نشوف مثلا هنا مثلا هو راوتر 8 السورس 10.0.0.9 هنا راوتر 9 بعد دي بي دي يقول لك ان الاريا 0.0.0.0 دي باك بون اهي تمام، يعني راوتر 9 خلي بالك هنا خلي بالك هنا راوتر 9 على الكاب الباكت دي الباكت دي جايه دي بي دي من 10.0.0.9 من راوتر 9 لراوتر 8. راوتر 9 بيقول لراوتر 8 خلي بالك انا الراوتر اي دي بتاعي 11.3.0.1 والاريا بتاعتي 0.0.0.0 باك بون تمام. طبعا اوثنتيكيشن تايب نول، مفيش اوثنتيكيشن انا عملته هنا اصلا تمام. وهنا راوتر 9 بيؤكد لراوتر 8 ان هو الماستر اها تمام عظيم جدا. وبعدين بدا بقى راوتر 9 يطلب لينك ستيت ريكويست، بدا يطلب لينك ستيت ريكويست من راوتر 8 تمام، وراوتر 8 طلب برضو لينك ستيت ريكويست من راوتر 9 اوكي. وبعدين راوتر 8 بعت لراوتر 9 لينك ستيت ابديت اهو بيقول له بقى ان انا ادي النتوركس اللي انا متصل عليها 10.0.0.0 الداتا الماسك اهي ومتصل ب 11.1.0.1 255 255 255 255. طبعا انا الاي بي بتاع اللوب باك الاو اس بي اف بيعتبره على انه سلاش 32 حتى لو انا كتبته سلاش 24 واضح يعني. فالحل بالنسبه لي ايه يعني اهو كاتب لك 255 255 255. الاو اس بي اف لو جيت كتبت كده شو اي بي او اس بي اف انترفيس لوب باك 0 تمام، الاو اس بي اف بيقول لك ان النتورك تايب بتاعت اللوب باك هنا ايه لوب باك واضح. فانا الاو اس بي اف سمارت انف ان هو يعني عارفين الاو اس بي اف بيحدد نوع النتورك بوينت تو بوينت ولا برودكاست ولا لوب باك ازاي. قال لك لو انا الاعلان عامله على انترفيس والانترفيس ده فاست ايثرنت او اي حاجه ايثرنت ده بيعتبره برودكاست، اما لو كان الانترفيس سيريال بيعتبر النتورك بوينت تو بوينت، اما لو كان انترفيس لوب باك بيعتبر النتورك تايب ايه لوب باك. فانا ممكن اعدل اخش انترفيس لوب باك 0 تمام وعلى راوتر 9 واكتب اي بي او اس بي اف نتورك بوينت تو بوينت، او ممكن اعمل ايه بوينت تو نتورك ممكن اخليها برودكاست اهو انفاليد تايب فور ذيس انترفيس. طيب ممكن اخليه مثلا ما ينفعش انقله على برودكاست، ممكن اخليه بوينت تو بوينت بوينت تو بوينت اهو. طيب هنا هيبدا بصوا اللي بعت راوتر 9 لينك ستيت ابديت تمام، خلي بالك الراوتر 8 استلم لينك ستيت ابديت من راوتر 9 لان انا غيرت وضعيه اللوب باك من نتورك لوب باك لنتورك ايه بوينت تو بوينت. فراوتر 8 رد بلينك ستيت اكنولجمنت خدت بالكم. لو بصيت فوق يعني تعالوا بس الاول نبص على لينك ستيت ابديت دي، هلاحظ ان هو اتحرك اهو ال 11 اهو بدل ما كانت اهو 11 ده 11.1 ده اللي جاي من راوتر كام ده؟ ده اللي جاي من راوتر 8، لا انا عايز لينك ستيت ابديت جاي من راوتر 9. لينك ستيت ابديت جاي من راوتر 9 اهو. تمام راوتر 9 كان بيعبر عن 11.3.0.1 اهو ب 4255. دلوقتي عبر عنها بايه؟ 255 255 255.0. اما حركت النوع بتاع النتورك تايب بتاع اللوب باك من لوب باك الى ايه؟ بوينت تو بوينت. خلي بالكم بقى لينك ستيت ابديت اتبعتت بقى من راوتر 9 لراوتر 8 اتبعتت طبعا هنا كذا مره. تمام وبعدين اول ما راوتر 8 استلم اللينك ستيت ابديت من راوتر 9 بعت على مالتي كاست بعت لينك ستيت اكنولجمنت اكنولج يعني اكنولج انا بيؤكد استلام اللينك ستيت ابديت من مين؟ من راوتر 9. وكذلك راوتر 9 بعت لينك ستيت ابديت اها دخلنا هنا بقى ده بيقول لك يعني ده الرساله جايه من 10.0.0.9 تمام
ده خلي بالكم اللينك، اللينك ستيت تايب ايه ده؟ اللينك ستيت تايب 1، لان هما في نفس الايه، في نفس في نفس الاريا. واضح؟ طيب كلام جميل. دي بعض الايه المعلومات. تمام، تعالوا نكمل على راوتر 6 وراوتر 7. تمام، هروح الى راوتر 6 وبرضو هعمل ايه، ديباج اي بي او اس بي اف ايفنتس، بعدين كونفتي راوتر او اس بي اف 1 نتورك برضو 10.0.0.0.0.55 اريا 0 نتورك 11.0.1 0 خلي بالك بقى، راوتر 6 دخل في الايه، في الموضوع بتاعه. تمام، وبعدين بيقول لك يعني تعالوا بقى نعمل ايه اهو، undo undebugall. اوكي اوكي تمام حلو. بدا بصوا بقى بيقول لك ايه، سند هالو 224.0.0.5. تمام، استلم هالو من راوتر 9، استلم هالو من راوتر 9، لا استلم هالو من راوتر 8. وبعدين بيقول لك تو واي كوميونيكيشن، عمل تو واي كوميونيكيشن مع راوتر ايه 8. طيب كلام جميل. بعدين بيقول لك باك اب سين ايفنت بيفور ويت تايمر. تمام، وبعدين الليكت الدي ار والبي دي ار، قال لك ان راوتر هو راوتر 9 كام، 11.3. تمام، قال لك ان راوتر 8 هو الدي ار، او المفترض لا، المفترض راوتر 9 هو البي دي ار، بس هو هيعيد النيجوشيشن بتاع الدي ار مره ثانيه. يعني هو استقر اهو ان الدي ار هو ايه راوتر، اهو استقر ان الدي ار هو راوتر 9، استقر ان البي دي ار هو راوتر 8. طبعا هو يعني راوتر 6 مره يقول لك اه ده الدي ار بتاعي كذا وده الدي ار بتاعي كذا. ليه؟ لان هو ليه قال لك راوتر 6 ان راوتر 8؟ ليه راوتر 6 قال راوتر 8 هو الدي ار؟ لان راوتر، لان راوتر 6 استلم الهلو من راوتر 8 قبل ما راوتر 9 يبعتها له. يعني راوتر 6 اول ما دخل في الاو اس بي اف استلم من راوتر 8، فلقى ان راوتر 8 البرايورتي بتاعته 80، فقال هوب خلاص انت الدي ار. لكن لما استلم بقى من راوتر 9 عدل الايه القصه بتاعته. تمام، اوكي، عظيم جدا الكلام ده. طيب راوتر 7 او اس بي اف 1 نتورك 11.2.0.255 اريا 0، بعدين نتورك 10.0.0.0.0.255 اريا كام، اريا 0. عظيم اهو. خلي بالكم بقى يا جماعه، بصوا يعني راوتر مثلا ده من اول ما راوتر 6 دخل في الموضوع للاي بي بتاع 10.0.0.6. تمام، بعد ديسكريبشن لمين، 10.0.0.9 اللي هو مين، اللي هو الدي ار. تمام، وبعدين بعت اهو 10.0.0.9 رد عليه وهكذا. وبعدين 10.0.0.9 طلب لينك ستيت ريكويست من راوتر 6. تمام، راوتر 6 بعت اللينك ستيت ريكويست، اللينك ستيت ابديت الى راوتر مين، راوتر 9. ثم بعد ذلك راوتر 9 تمام طلع المسج بتاعته 224.0.0.5، اللينك ستيت ابديت 224.0.0.5. تمام، فهنا زي ما انا قلت لكم ان الراوتر 6 اما يحب يقول في البرودكاست نتورك، النتوركس اللي هو متصل بيها هيبعته على 224.0.0.6 اهو. لو بصيت تحت تمام، بعت على 224.0.0.6، وبعدين الدي ار يعيد ادفرتايزمنت النتوركس اللي عرفها من راوتر 6 تمام على 224.0.0.5. واضح اهو، يعني 10.0.0.6 بعت اهو لينك ستيت ابديت على 224.0.0.6، وبعدين راح راوتر 9 10.0.0.9 طلع الادفرتايزمنت اللي عرفها من راوتر 6 اللي فوق دي، بعت على 224.0.0.5. ودي اللي قلناها فعلا في المحاضره الايه اللي فاتت. عظيم. طيب انا يعتبر التوبولوجي عندي كامله وتمام التمام. حلو، تعالوا مثلا نعمل شويه اوامر شو كده. لو انا رحت لراوتر 6 وعملت شو اي بي OSPF neighbor، خلي بالك قلت لك بيعمل فول ستيت مع الايه البي دي ار والدي ار، صح؟ ولكن تو واي مع المين، مع راوتر 7. عمل تو واي مع راوتر 7 اللي هو 11.2.0.1 اللي هو الراوتر اي دي بتاع راوتر 7. واضح؟ طيب ممكن مثلا اعمل شو اي بي او اس بي اف انترفيس فاصل 2.0.0. تمام، هنا يقول لك ايه، ان فاصل 2.0.0 انا عامل عليه كومبليكيشن او اس بي اف والنتورك تايب عندي برودكاست. تمام،
طيب بيقول لك الديزجنيتد راوتر الدي ار 10.11.3.0.1 والباك اب ديزجنيتد راوتر 11.1.0.1. وهنا بيقول لك انا بوصل للدي ار ده الراوتر اي دي بتاع الدي ار. الاي بي بقى اللي انا بوصل بيه على الدي ار هو 11.0.0.9 والاي بي اللي بوصل بيه على البي دي ار هو 10.0.0.8. فده قيمه الهلو والديد اهو. تمام كلام جميل جدا. اوكي ممكن برضو على راوتر 6 اعمل شو اي بي او اس بي اف داتا بي شو شو اي بي او اس بي اف داتا بيس. حلو تمام. ده هنا بيقول لك الادفرتايز. انا بس ايه قبل ما اتكلم على الـ يعني الامر ده ممكن حتى كمان الامر ده ما يفيدناش في التوبولوجي دي يفيدنا بقى في التوبولوجي اللي فوق وكمان اما نطلع في اللابات اللي قدام بتاعه الانترميديت والادفانسد كونفيجريشن. ولكن انا عايز اعدل الراوتر اي دي بتاع كل راوتر. راوتر اوش بي اف 1 راوتر 6 راوتر اي دي 4 6 تمام. بعدين دو كلير اي بي او اس بي بروسيس عشان يفرض الراوتر اي دي بتاعه على بقيه الراوترات ودوس يس تمام. بعدين راوتر 8 راوتر او اس بي اف 1 نت لا راوتر اي دي 8888 دو كلير او اي بي او اس بي بروسيس يس. وبعدين نروح الراوتر 7 راوتر او اس بي اف 1 راوتر اي دي 7.7.7.7 دو كلير اي بي او اس بي اف بروسيس عشان اعمل ريفرش كده او ريسيت للاو اس بي اف كوميونيكيشن تمام. وبعدين هعمل هنا راوتر او اس بي اف 1 راوتر اي دي ده راوتر 9 تو كلير اي بي او اس بي بروسيس. تعال بقى الى يس تمام. تعال بقى الراوتر 6 دو شو اي بي او اس بي اف انترفيس فاصل تنزيوش لزيرو. يقول لك ان انا عندي مين بقى ديزجنيتد راوتر هنا 11.3 لسه ما حدثش ده 11.1 ده اللي هو مين 11.1 اللي هو ده اللي هو راوتر 6 لا ثواني اللي هو راوتر 8 طب لو جيت راوتر 6 دو شو اي بي او اس بي اف داتابيز راوتر 6 لسه ما عملش ال بيقول لك هنا تشينج فروم تو واي تو داون تمام تمام بدا يستقبل اهو من راوتر 7 راوتر 9 تمام حلو قوي كده دو شو اي بي او اس بي اف انترفيس فاست تنزيش لزيرو هو ده بقى اللي احنا محتاجينه. بيقول لك الديزجنيتد راوتر اللي هو 4 9 اللي هو الراوتر اي دي بتاع راوتر 9 هو وصل له على طريق الاي بي ده وهكذا بقى. ده بقى الراوتر اي دي برضو بيقول لك البي دي ار هو راوتر 7 لا يمكن ممكن يكون البي دي ار هو راوتر 7 لا يمكن المفترض راوتر 8 برايورتي بتاعت راوتر 8 اعلى من راوتر 7 شو انترفيس تاني اوكي دو كلير اي بي او اس بي اف او اي بي او اس بي اف بروسس اي بي او اس بي اف بروسس يس تمام. لو انا مثلا اوكي على راوتر 8 اهو دو شو اي انتر دو شو انترفيس دو شو اي بي او اس بي اف انترفيس فاست تنزيوش لزيرو غريبه غريبه بي دي ار بي دي ار هو راوتر 7 لا يمكن يعني. طيب دو شو انترفيس دو شو فاست تنزيوش لزيرو ده راوتر 7 اوكي من الراوتر 8 اوكي دو شو اي بي او اس بي اف انترفيس او اس بي اف دو شو انترفيس دو شو ران انترفيس باس تنزيش لزيرو. مفترض انا عامل البرايور تمام البرايورتي على راوتر 8 ما عملتهاش تمام تمام فاست تنزيش لزيرو راوتر 8 اي بي او اس بي برايورتي 80 دو كلير اي بي او اس بي بروسيس يس حلو. لو رحت الراوتر 6 اوكي لسه واخد البي دي ار هو راوتر 7 مفترض بقى راوتر 8
يشيل راوتر 7. اوه ادو شو اي بي او اس بي اف انترفيس باس 0. انا دلوقتي اهو خلاص رجع راوتر 8 اهو كبي دي ار. اللي انا عملته بس ان انا عملت دو كلير اي بي او اس بي بروسيس على راوتر 7 بعد ما دخلت البرايورتي بتاعت راوتر 8. دلوقتي خلاص الدنيا اتعرفت عند راوتر 6. عظيم جدا الايه الكلام ده. طيب خلي بالكو ايه قيمه الويت. قيمه الويت ان راوتر زي ما حصل معانا دلوقتي راوتر 6 لقى ان البرايورتي بتاعت راوتر 7 70 تمام، وبعدين جات له ادفرتايزمنت ان البرايورتي بتاعت راوتر 8 80. فهنا بقى مش هيحط راوتر 8 immediately كبي دي ار، لا هيستنى 40 ثانيه. لو فضل البرايورتي بتاع راوتر 8 اعلى من البرايورتي بتاع راوتر 7 ياخد راوتر 8 كبي دي ار. ده قيمه الويت هنا. اوكي طيب انا اعتقد كده مفيش اي ايه تفصيله اخرى. لو احنا مثلا جينا جربنا نحط بقى ايه راوترين عندنا هنا، اوكي هنا بقى مش هيكون لا في دي ار ولا بي دي ار. لو انا وصلت كسيريالز سيريال كونكشنز نخلي الوان لينك مثلا برضو 10.0.0 نخليها سلاش 30، وهنا نخليه مثلا 192.168.0.0.0.0 سلاش 24 وكوبي هنا بس ونخليه هنا دوت 1. ده بقى ايه طب يعني نفس القصه بس على البوينت تو بوينت. مش هلاقي حاجه جديده بس انا عايز اوريك برضو الدنيا برضو تكون ماشيه ازاي. كونفتي انترفيس سيريال 3 سلاش 0 اي بي اد 102 لا 10.0.0.1 252 نو شوت نو شوت انترفيس لوب باك 0 اي بي اد 192.0.1.0 تمام حلو. بعدين انترفيس بس وبعدين هعمل راوتر او اس بي اف 1 بس او قبل اي حاجه دو ديباج اي بي او اس بي اف ايفنتس وبعدين الراوتر او اس بي اف 1 نتورك 10 الوايلد كارد ماسك بتاع سلاش 30.0.0.0.3 اريا 0 وبعدين نتورك 0.0.0.255 اريا 0. طيب بيقول لك او اس بي اف انترفيس لوب باك 0 جوينج اب. طيب هو طبعا مش هيبعت على سيريال 3 سلاش 0 ليه؟ لان انا لو جيت عملت دوش اي بي انترفيس بريف هلاقي السيريال ريب بروتوكول او حاله السيريال في لاير 2 داون لان انا لسه ما فتحتوش على الناحيه الثانيه من راوتر 11. تعالوا بقى نروح للراوتر 11. كومبتي انترفيس لوب باك 0 اي بي اد 192.168.1.1 0 انترفيس سيريال 3 سلاش 0 اي بي اد 11 0 لا 110.0.2 تي 52 نو شوت راوتر و اس بي اف 1 نتورك 10.0.0 اوكي 0.0.0.3 اريا 0 وبعدين نتورك 192.168.0 لا 10.0.0.255 اريا 0 تمام. نروح بقى الراوتر 10 بصوا بقى سند لو اند اوف هالو بروسيس تمام حلو نو نعمل نو دو ان دي باج هول حلو. بعت هلو واستلم هلو من 10.0.0.2 اللي هو راوتر 11 وبعدين تو واي كوميونيكيشن الستيت تو واي لان هو بعت واستلم وبعدين بعت دي بي دي الى راوتر ده بقى هنا بيرفير الراوتر اي دي بتاع راوتر 11 لان ده اي بي اللوب باك انترفيس بتاع راوتر 11. راوتر 11 خده كراوتر اي دي ليه. وبعدين بيقول لك سند ميديت هالو تو نيبر راوتر 11 جاي من سورس فروم 10.0.0.2 اللي هو راوتر 11 ده الاي بي بتاع راوتر 11 برضو. بيقول لك استلم دي بي دي من راوتر 11. اوكي الفكره انت هنا مش هتلاقي خالص مش هتلاقي خالص القصه بتاعت الدي ار والبي دي ار. لو انا جيت عملت كده دوشو اي بي انترفيس
دوشو اي بي او اس بي اف انترفيس سيريال 3 0. مش هتلاقي هنا بقى ايه، هنا بيقول لك الستيت اي بوينت تو بوينت، تمام. الهلو 40، الديد الهلو 10، الديد 40، الويت 40، تمام. خلي بالكم انا ممكن طبعا ما فيش دي ار والبي دي ار هنا، دي بقى مش برودكاست نتورك. انا ممكن اعدل قيمه الهلو، تمام. يعني ممكن اروح للراوتر 10 واكتب انترفيس سيريال 3 0 اي بي او اس بي اف هلو انترفال. ممكن اخليه بدل 10 اخليه 1 سكند، تمام. اوكي طبعا هنا هيوقع المفترض الكونكشن مع راوتر 11، تمام. لو جيت عملت دو شو اي بي او اس بي اف انترفيس سيريال 3 0 الهلو بقت 1 سكند، تمام. الديد ضربوا على طول في 4، ضرب قيمه الهلو في 4، تمام. لو رحت هنا الراوتر 11، لو جيت عملت دو شو اي بي او اس بي اف دو شو اي بي او اس بي اف نيبر بيقول لك فول، لكن لا هو مش مفترض مش فول. الديد تايمر اهو عمال يعد، اها اول ما يوصل لزيرو، ها اها بصوا يعني بصوا يا جماعه الديد تايمر اهو عمال يقل يقل يقل، وبعد كده هوب اول ما وصل لزيرو قال لك داون. ليه؟ الديد تايمر اكسبايرد، تمام. السبب عندي هنا في ايه؟ السبب عندي هنا ممكن تعمل اهو دو ديباج اي بي او اس بي اف ايفنتس. تعالوا نشوف، بصوا عشان كده الديباج بيفيدك جدا في دو ان ديباج اول. الديباج الديباج بيفيدك جدا في دو ان ديباج اول اهو، تمام. الديباج بيفيدك في التيشوت. انت دلوقتي عندك الراوترين مش مسمعين مع بعض على اوس بي اف، فهنا لو بيقول لك ان انا استلمت هلو من راوتر 10، اوكي، ولكن مسماتش هلو بارامترز. حدد لك اهو العيب فين، هو هنا حدد لك العيب فين، تمام. قال لك ان الهلو اوكي القيمه بتاعته 1، تمام، لكن انا القيمه بتاعتي 10. بيقول لك الديد بتاع راوتر 10 القيمه بتاعته 4، لكن انا القيمه بتاعتي كراوتر از راوتر 11 40، فهنا في ميس ماتش. طيب نحل دي ازاي بقى؟ خش على انترفيس سيريال 3/0 اي بي او اس بي اف هلو انترفال 1 اهو، عمل الايه النيبر ريليشن شيب مره ثانيه، تمام. دي بعض الحاجات الايه الفيريفيكيشن في الـ في الاو اس بي اف. تعالوا بقى نشتغل على اللاب بتاعنا. هو طالب مننا اعمل ايه؟ اعمل كونفيجريشن او اس بي اف عادي جدا. تعالوا بقى نفتح راوتر 4، راوتر 2، وراوتر 1، وراوتر 5، وراوتر 3. نروح لراوتر 4، اوكي، كونفتي. طبعا انا مدي الاي بي هات على كل الراوترات. انت تبدا على طول من اول راوتر او اس بي اف 1 نتورك 10.0.0.0.0.0.3 اريا 0، نتورك 10.0.0.4.0.0.0.3 اريا 0، وبعدين 8، وبعدين نتورك 192.168.0.32/27. والت كارد ماسك بتاعه كام بقى؟ 0.0.0.31. جرب اطرحه من 255 255 255، هيدي لك 0.0.0.31، لان طبعا سلاش 27 ده عباره عن 255 255 255 224. اريا 0، تمام. هروح راوتر 2، راوتر 2 فين؟ راوتر 2 اللي فوق. طيب بس انا بقى ايه بضيق الايه السي ال اي عشان اشوف النتوركس اللي هعلن عنها في الاو اس بي اف. اهو نتورك 10.0.0.0.0.0.3، بنسى دايما الاريا اهو، وبعدين 12، وبعدين 20، وبعدين عمل ريليشن شيب مع راوتر 4 اهو 0.0.0.0.31 اريا 0. اوكي هروح الى راوتر 5 ونشوف ايه اللي بعده. راوتر 1، طيب راوتر 1 كونفتي، راوتر او اس بي اف 1، راوتر او اس بي اف راوتر او اس بي اف 1 نتورك 10.0.0.12.0.0.0.3 اريا 0. انا ممكن على فكره اكتب على راوتر 1 اكتب كده نتورك 10.0.0.0.255 او 0.0.0.255 اريا 0. يعني من الاخر اعلن عن الشبكات، تمام، المتصله عليها اي انترفيس عندي از راوتر 1 داخل النطاق ده. هو 0 معناها ايه؟
يعني اعلن عن الشبكات المتصل بيها اي انترفيس من عندي واخد اي بي بدايته 10، بدايه الثاني اوكتت 0، ثالث اوكتت 0، رابع اوكتت بيتراوح من، لو بيتراوح من 1 ل او من 0 ل 255 اعلن عنه. يعني 255 هنا كان بيقول ايه للراوتر، يعني كان انا هنا بقول للراوتر 1 اعلن عن كل النتوركس تمام اللي المتصله على انترفيسز عندي از راوتر 1 واخده اي بيات في الرينج ده. واضح؟ طيب يعني ده بدل ما اعلن عن كل ايه رينج لوحده. بس خلي بالك ما تعملش ده الا على راوتر يكون كل الانترفيسز بتاعته داخل اريا زيرو، لان انت مثلا ممكن تعمم الشبكات. يعني انا ممكن اكتب كده نتورك اربع اصفار 255 255 255 يعني اعلن عن كل الشبكات اللي عندي او كل الانترفيسز اللي عندي شغاله از نو اس بي اف انترفيسز تمام اريا زيرو. بس الفكره لو عندي مثلا راوتر 4 ده في لاب، اللاب بتاع المحاضره الجايه هيكون عنده انترفيس رايح على اريا 1 او اريا 2 حسب ما اتذكر تمام. فطالما انا دخلت السطر ده فاعتبر ان الشبكه اللي طالعه من الراوتر 4 رايحه اريا 1 دي كانها في اريا 0، هيحصل عندي ميس ماتش طبعا والقصه عندي هتكون ملخبطه خالص في الشبكه بتاعتي. طب انا هجرب اعمل ده كده على الراوتر 1 اهو تمام. حلو هروح الى راوتر 5 كومبتي راوتر او اس بي 1 نتورك 10.0.0.20.0.0.3 اريا 0 وبعدين 24 وبعدين 28 وبعدين نتورك 064 000 كام بقى 031 اريا 0 تمام. هروح الى راوتر 3 نفس القصه راوتر او اس بي اف 1 راوتر او اس بي اف 1 نتورك 16 اريا 0 28 و 8 اوكي والنتورك اللي تحت كام بقى 96. طيب بعد كده النتورك 192.168.0.96 لا 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 ده سبنت ماسك انا هكتب وايلد كارد ماسك 30 اريا 0 كلام جميل. احدد الراوتر اي دي على كل الراوتر لان انا ما حددتوش راوتر اي دي 444 بعدين دو كلير اي بي واش بي بروسس يس وراوتر 2 الراوتر اي دي 222 دو كلير اي بي او اس بي اف بروسس يس بعدين راوتر 1 راوتر اي دي 1111 دو كلير اي بي او اس بي بروسس يس بعدين راوتر 5 راوتر اي دي دو كلير اي بي او اس بي بروسس يس بعد الراوتر 3 الراوتر اي دي تمام دو كلير اي بي او اس بي بروسس يس عظيم. هو بيقول لك نيبور داون بس هو هيرجع مره ثانيه راوتر 3 اهو رجع اهو مره تانية استلم اعلان من راوتر 5 راوتر 3 فين من راوتر 5 تمام وبرده المفترض يستلم كمان من راوتر 4 وراوتر 1 استلم اهو من راوتر 1 فعلا المفترض ده يستلم من راوتر 4 ايوه عظيم حلو قوي كده. طيب شويه اوامر في الشو شو اي بي او اس بي اف انترفيس فاست ايثرنت 0.0 خلي بالك انا هنا معتبر النتورك بتايب برودكاست رغم ان هم بوينت تو بوينت بس خلي بالكوا انا موصل على فاست ايثرنت والاو اس بي اف بيديتكت نوع الشبكه عن طريق نوع الانترفيس تمام. ممكن شو اي بي او اس بي اف نيبرز تمام. هنا بيقول لك انا اعمل دايركت نيبر ريليشن شيب مع اربع اربعات وخمس خمس واربع خمسات واربع وحايد فول اهو تمام. بالنسبه لي الادرس بتاع راوتر 4 اللي هو 10.0.0.9 وراوتر 5 10.0.0.29 راوتر 1 10.0.0.18 تمام.
لان طبعا النتورك مثلا ما بين راوتر 3 وراوتر 1 10.0.0.16، راوتر 3 واخد 10.0.0.17 وراوتر 1 واخد 10.0.0.18. طيب ممكن اعمل شو اي بي، اي بي او اس بي اف، تعال نشوف كده انترفيسز. ايوه انترفيس، دوس انتر. اوكي اهو عامل او اس بي اف انترفيس على كارت اللوب باك، بيعتبر طبعا اللوب باك النتورك تايب بتاعته لوب باك اهو، تمام. يعني هنا بيجيب لك الانترفيسز اللي شغال عليها الايه، اللي شغال عليها الاو اس بي اف. لو انا عايز امنع انترفيس على الراوتر ان هو اللي هي يطلع عليها هلو، تمام، يعني بفرض ان انا عندي الراوتر، فرض الراوتر عندي واصل هنا براوتر، تمام، وواصل هنا بشبكه، وانا مش وهنا في جهاز كمبيوتر، فلو جهاز الكمبيوتر ده عليه مثلا هاكر وعمل اتاك، ممكن اما استلم هلو من الراوتر ده، حلو، او مثلا ده راوتر 1 يكومينيكيت معاه او اس بي اف ويقنع راوتر 1 ان كل النتوركس مثلا موجوده على الجهاز ده، او الجهاز ده يقدر يوصل راوتر 1 بكل النتوركس اللي راوتر 1 محتاجها، واضح. فانا طبعا عشان دايما كسكيورتي انا بوقف الاعلان، ان يعني احنا قلنا اما اكتب سطر النتورك معناه اعلن عن النتورك وفي اتجاهها، تمام. فانا طالما عملت اعلان عن النتورك دي والنتورك دي، فيعلن عن التو نتوركس مره هنا، تو نتوركس هنا ومره هنا، فانا عايز اوقف الاعلان في الاتجاه ده، تمام. فهعمل ايه؟ مثلا تعالوا نتكلم على اللوب باك. ممكن مثلا ايه، اخش على راوتر 3 واكتب انترفيس لوب باك، لا اكتب راوتر او اس بي اف 1 بعدين باسيف انترفيس ديفولت، يعني وقف الاعلان على كل الانترفيسز، ثم نو باسيف انترفيس سيريال 3/0، يعني اعمل استثناء. انا ايه ده، مفيش سيريال 3/0. طيب مفيش القصه دي. يعني نو باسيف، باسيف انترفيس ديفولت، وقف الاعلان عن كله، تمام. وبعدين هعمل نو باسيف انترفيس، تمام، باست ايثرنت 0/0، تمام. ومفترض 0/1 و1/0 و0/1 و1/0 و1/0. فهنا مش هيطلع من اللوب باك، مش هيطلع ادفرتايزمنت من الايه، اللوب باك، تمام. طبعا انا ممكن يعني ممكن اروح لراوتر 5 واعمل نفس القصه، بس ممكن ايه، انا عايز اوقف عن اللوب باك بس، صح. فانا هروح كده انترفيس راوتر او اس بي اف 1، ممكن اكتب باسيف انترفيس، تمام، لوب باك 0، ما تطلعش على ده، بدل ما اكتب باسيف انترفيس ديفولت وبعد كده اعمل الاستثناء. باسيف انترفيس يعني وقف باسيف انترفيس ديفولت، يعني وقف كل الادفرتايزمنت على كل الانترفيسز، واما اعمل نو باسيف انترفيس كذا اكس 1 واكس 2، فمعناه ان استثني اكس 1 اكس 2 من الباسيف انترفيس ديفولت، لا، يعني طلع على اكس 1 اكس 2 الهلو بتاعت الايه، الاو اس بي اف، واضح. طيب انت عندك طريقتين، العب بالطريقه اللي تعجبك. انا اروح برده للراوتر 1، راوتر اس بي اف 1، اوكي، باسيف انترفيس لوب زيرو، او باسيف انترفيس، ما فيش اصلا لوب باك على راوتر 1، راوتر 1 ده اللي الراوتر الموجود في النص، ما لهوش لوب باك انترفيس. راوتر 2 باسيف انترفيس لوب باك 0، وبعدين نروح راوتر 4 باسيف انترفيس، باسيف انترفيس لوب باك 0، تمام. قال لك في المطلوب الثاني، انا كده عملت كونفيجريشن او اس بي اف وظبطت الدنيا بتاعتي، قال لك بقى ان انا محتاج اعمل الاوثنتيكيشن، تمام. فتعالوا نجرب نعمل اوثنتيكيشن ما بين الاوثنتيكيشن، خلي بالكم بيتم ما بين كل اثنين راوتر وبعضهم، على يعني انا عامل اوثنتيكيشن ما بين راوتر 4 و1، يبقى عن طريق فصل الثاني 0/0 على راوتر 1 ادخل كومبليكيشن اوثنتيكيشن على راوتر 1 عن فصل الثاني 0/0، وهروح على راوتر 4 ادخله على 0/1، تمام. يبقى كده انا عملت الايه، الاوثنتيكيشن ما بين راوتر 1 وراوتر 4. تعالوا نجربها نعملها على راوتر 4 وراوتر 1، بعد كده نعممها على باقي الراوترز. فهروح راوتر 4 هكتب انترفيس باس 0/0 اللي رايح من راوتر 4 على راوتر ايه، راوتر 1. طبعا انا عشان اتاكد ممكن اعمل دو شو سي دي بي نيبر، هيقول لي ان فاست 0/0 تمام تمام، ده 0/1، انا اسف 0/1، اهو 0/1 حسب السي دي بي نيبر هو اللي رايح على راوتر 1، تمام. طيب فهروح على فاست 0/1 اي بي او اس بي اف اوثنتيكيشن، تمام، مسج دايجست، تمام، يعني اعتمد على الهاش ان انت تدخل الهالو والباسورد اللي انا هدخلها، تمام، في الجوريزم وطلع اوتبوت، حط الاوتبوت كتيلر على الهالو، تمام، زي ما احنا شرحنا طبعا في الاوثنتيكيشن. وبعد كده الباسورد ايه بقى، اي بي او اس بي اف اوثنتيكيشن اوثنتيكيشن كي، لا مش دي، مش دي اوثنتيكيشن، مثلا اي بي او اس بي اف اوثنتيكيشن
message digest. طيب اوكي authentication key. authentication key key ايه بقى؟ key 1 تمام. md5 في حاجه غير مفهومه في في الكونفيجريشن هنا. تمام. المفترض اي بي او اس بي اف مسج دايجست كي 1 ام دي 5 والباسورد الخليه سيسكو 123 تمام. يبقى الامر هما امرين هتكتبهم اي بي او اس بي اف اوثنتيكيشن مسج دايجست وبعد كده اي بي او اس بي اف مسج داش دايجست داش كي سبيس 1 سبيس ام دي 5 سبيس الباسورد بتاعتك شو انترفيس باس تنزل سلاش 1 اهو. هما دول الامرين تمام. انا هكتب بصوا هاخد بقى الامرين دول اوكي. هروح على راوتر 1 وطبعا هنا بيقول لك الديت تايمر اكسبايرد يعني فقد الاتصال براوتر 4 طبعا عشان عملت اوثنتيكيشن. فهروح الى راوتر 1 وفاست ايثرنت 0 سلاش 1 لا 0 سلاش كام بقى الاول 0 سلاش 0 اعتقد او متصل بها طريق 0 سلاش 0 تمام. وادخل التو كومنتس او ادخل التو كومنتس دول كليك يمين بعد كده اروح للراوتر 1 انتر تمام. هنعمم بقى طبعا. انا استنى بس الاول اشوف الايه استنى ايوه رجع اهو رجع تمام حلو عظيم. طيب لو انا مثلا جيت جربت خليه مثلا 3 واخلي مثلا الكي خليها 2 اجرب اغير رقم الكي تمام. كان عندي كي 1 هنا وكي 2 اوكي. هلغي بقى ان كي 1 ده خالص نو اهو. بصوا يا جماعه مع ان الكي هي ولكن رقم الكي لازم يكون متطابق خدتوا بالكم. عشان كده انا جربت اغير رقم الكي عشان يبقى واضح قصادكم انا ايه المفترض يكون ماتشنج. ولو انا جيت على راوتر 1 وجيت عملت do debug IPOSPF تعالى نطلع exit كده debug IPOSPF اوكي events تمام اهو. يعني هنا بيقول لك ايه receive packet from 10.0.0.5 ال IP بتاع router 4 mismatch authentication key no message digest key 1 on interface. واضح؟ طيب كلام جميل جدا. فانا هطلع 0 سلاش 0 اي بي اي بي او اس بي اف مسج دايجست خليه 1 دوس انتر عظيم عظيم عظيم. ممكن نعمل دو ان ديباج اول انا اهو اول ما دخلت ده تمام مع راوتر بقى بيقول لك سند هلو سند هلو 10.0.0.5 تو لراوتر 4 تمام. معنى اللي هو قرر يرسل هلو الى راوتر 4 معناه ان هو اوثنتيكيتد مع راوتر 4 تمام والدنيا ماشيه معايا تمام التمام حلو. لو انا جيت عملت دو شو اي بي بروتوكولز تمام شو اي بي بروتوكول بيقول لك على راوتر 1 ده برضو امر شو مهم جدا. بيقول لك ان انت راوتنج بروتوكول على راوتر 1 ده او اس بي اف و او اس بي اف 1 1 ده بيرمز لايه الرقم ده. يعني لما اكتب راوتر او اس بي اف 1 1 ده معناه ايه؟ 1 ده رقم البروسيس اي دي تمام. يعني ايه رقم بروسيس اي دي؟ يعني اما تيجي تعمل عمليه على جهاز فالجهاز بيحجز لو انت مثلا هتفتح لعبه فالجهاز بيحجز مكان للعبه على البروسيسور عشان البروسيسور يبروسيس اللعبه او الجيم تمام. وبيكون اللعبه او رقم البروسيس بتاعت اللعبه جوه البروسيسور ده بيسمى بروسيس اي دي. فعشان كده اكتب راوتر او اس بي اف 1 ف 1 دي بترمز لرقم البروسيس بتاعت الاو اس بي اف اللي هتتم داخل البروسيسور بتاع الراوتر. هل شرط يكون رقم البروسيس اي دي ما بين الراوترات متطابق؟ لا تمام. طيب كلام جميل. لو انا جيت مثلا عملت دو شو اي بي او اس بي اف انترفيسز انترفيس باس 0.0 تمام اوكي الدنيا ماشيه اهو معايا تمام التمام. ولو بيقول لك اهو مسج دايجست اوثنتيكيشن انيبلد تمام. اليونجست كي اي دي از 1 اللي هو رقم الكي بتاعتي.
طيب نعمل بقى القصه دي على كل الايه الانترفيسز. فانا هروح على راوتر 4 وهعمل انترفيس رينج فاصل تنزل يوز لزيرو فاصل تنزل يوز لاش 1 فاصل تنزل يوز لاش 1 سلاش 0 تمام. مسج دايجست وبعدين 1 اوكي تمام ماشي حلو. وبعدين هروح الى راوتر 2 انترفيس رينج فاصل تنزل يوز لزيرو 0 سلاش 1 و 1 سلاش 0 ناخدهم كده كلهم مره واحده اي بي او اس بي اف مسج دايجست 1 ام دي 5 سيسكو 123 وبعدين اي بي او اس بي اف اوثنتيكيشن مسج دايجست وبعدين هروح الى راوتر 1 رينج فاستي تنزل 0 0 سلاش 1 1 سلاش 0 و 1 سلاش 1 لانه في 4 انترفيسز بتاعت راوتر 1 IP OSPF message digest 1 Cisco 123 okay. MD5 MD5 Cisco 123 تمام. وبعدين IP OSPF بيقول لك ان هي معموله على فاصل 0 0 already authentication message digest روح راوتر 5 stay ethernet 0 0 0 slash wow 0 slash 1 و 1 slash 0 IP OSPF authentication message digest IP OSPF message digest 1 MD5 Cisco 123 وبعدين على راوتر 3 نفس القصة فاصل 2 0 slash 0 0 slash 1 فاصل 1 slash 0 IP OSPF authentication message digest IP OSPF message digest 1 MD5 123 عظيم جدا جدا. انا كده يعتبر ظبطت الدنيا عندي حلو عظيم كده عملت اوثنتيكيشن ما بين كل الراوترز في اريا 0. في المحاضره النهارده حلينا لاب 12 اتعلمنا كومبليكيشن الاو اس بي اف او بيزك كومبليكيشن الاو اس بي اف ازاي ندي راوتر اي دي نكونفيجر الراوتر اي دي انواع عملنا برضو فيريفاي للاو اس بي اف كومبليكيشن ما بين اي تو راوترز شفنا الاو اس بي اف ازاي بيبيهيف او بيشتغل على البوينت تو بوينت نتورك والبرودكاست نتورك وكذلك الاو اس بي اف اوثنتيكيشن. انا اعتبر خلصت اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.